الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة الثلاثاء من برنامجكم حياتنا اللي يأتيكم دائما وأبدا على شاشتكم شاشة تلفزيون قطر. بداية نقول لأخوي علي المري مساك الله بالخير. مساك الله بالخير سلمان، ومساكم الله بالخير مشاهدينا، مرحبا ومسهلا فيكم أينما كنتم. أكيد نحن نشتاق نحن نسولف معاكم اليوم، نعطيكم آخر أخبارنا. أكيد أخوي علي، بداية نذكر أنفسنا ونذكر السادة المشاهدين أن نستقي الأخبار من المصادر الموثوقة في ظل هذه الظروف الراهنة. هذا الشيء حنذكر فيه دائما وأبدا. وزارة الصحة العامة، الاتصال الحكومي، وكالة الأنباء القطرية، وأيضا تلفزيون قطر، خصوصا في ظل هذه الأوقات. وأيضا أخوي علي نوجه تحية أكيد لرجالات وزارة الداخلية، وزارة الصحة، كل من يعمل الآن من أجل قطر. ودورنا اليوم نحط يدنا بيد الجميع من أجل أن تمر هذه المرحلة على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. أكيد مشاهدينا الكرام، حنا نقدر كل الجهود اللي تبذلها الحكومة من رأس الهرم إلى أصغر فرد منه موجود في كل القطاعات في كل الأماكن، حفاظا على سلامة قطر ومن يسكن قطر، مواطنين ومقيمين. إن شاء الله ما فيه إلا الخير، وبإذن الله أزمة وبتعدي وترجع الأمور كما كانت وأحسن بإذن الله. علي، راح نبدأ الحلقة بخبر بسم الله. طبعاً مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا آخر قرارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث وجهت بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتباراً من صلاة الظهر اليوم الثلاثاء إلى حين توفر شروط الأمان والطمأنينة للمصلين، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وقالت مشاهدي الكرام الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي عملا بمقاصد الشريعة العليا، وعلى رأسها حفظ النفس وحماية المصلين والمجتمع من أذى الوباء، ومساهمة في تمكين وزارة الصحة العامة وهي الجهة المختصة بمحاربة انتشار الفيروس ميدانيا، وتأسيسا على فتوى اللجنة الشرعية بالوزارة، والتي جاء فيها في حال ما إذا أقرت الجهات الصحية أن الوباء عام وأن احتمالية انتشاره في الأماكن العامة مؤكد وأن خطره محقق غير موهوم يمكن منع التجمعات. نعم مشاهدين الكرام، وأضاف البيان أنه سيتم استمرار رفع الأذان للصلاة في جميع مساجد الدولة، فيما ستبقى الوزارة على تواصل مع الجهات المختصة لإعادة فتح المساجد فور انتقاء أو انتهاء خطر انتشار الوباء. إذن مشاهدين الكرام، قرارات احترازية في هذه الفترة خصوصا تحد من انتشار هذا الوباء بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله هي فترة وراح تمر وتفتح المساجد مرة أخرى. كل يوم لاحظنا علي الأذان ألا صلوا في رحالكم ابتداء من اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الأيام على خير وسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم أكيد سلمان، حنا منتظرين بإذن الله وإن شاء الله في أقرب فرصة أنها تفتح المساجد ونحن نرجع كما حياتنا الطبيعية وأحسن من الأول بإذن الله. علي، رح ننتقل إلى موضوع آخر مع المشاهدين الكرام يخص الجانب التعليمي، حيث أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح نعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، أكد على اكتمال كافة الاستعدادات لبدء عملية التعليم عن بعد اعتبارا من يوم الأحد المقبل عليه. نعم، وقال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا أن كافة الأمور الفنية والتقنية أصبحت جاهزة لهذه العملية، من حيث جاهزية البرامج والفيديوهات والمعلمين والأفلام وقنوات اليوتيوب لجميع المراحل، فضلا عن التعاون مع شركات الاتصالات بالدولة لهذا الغرض لتسهيل الحصول على الإنترنت وتعزيز الأجهزة الإلكترونية. مشاهدينا الكرام، شدد سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي على أهمية وحيوية دور أولياء الأمور في هذه العملية من خلال التعرف على برامج وخطط التعليم عن بعد ومتابعة أبنائهم وتقييماتهم ومدى استيعابهم للمادة. ولن تعقد مشاهدينا الكرام بالنسبة للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر اختبارات في نهاية العام الدراسي، أي نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الأكاديمي، وإنما سيتم بدلاً عن ذلك تقييمهم بشكل مستمر يومياً وأسبوعياً. وبخصوص اختبارات شهادة الثانوية العامة للصف الثاني عشر الثالث ثانوي، نوه الدكتور النعيمي إلى أن 12 ألف طالب وطالبة سيؤدون هذه الاختبارات كما جرت العادة،
كل عام عبر اللجان المخصصة في جميع مدارس دولة قطر، بما في ذلك المدارس الثانوية غير المشغولة بالطلاب. أكيد أن هذا القرار بيكون تسهيل لكافة الطلاب من الصف الأول للصف الحادي عشر. هذا طبعاً جات القرارات هذه حفظاً على سلامة عيالنا وأنهم إن شاء الله ما يتأذون، وأكيد أن بيكون متابعتهم من خلال التعليم عن بعد بشكل يومي أو أسبوعي، ما راح ينزل من جهدهم الطلاب وأيضا ما راح ينزل من استيعابهم للمناهج. أكيد إحنا نوجه هذه الكلمة للمشاهدين الكرام خصوصا أولياء الأمور أن يكونون مع عيالهم في هذه المرحلة خصوصا، ودعمهم في عملية التعليم عن بعد وتشجيعهم على هذه العملية لما فيها أكيد من خير بالنسبة لهم لاستكمال مراحلهم الدراسية. علي، راح ننتقل الآن إلى موضوع آخر. يستمر مشاهدينا الكرام العمل بشكلها الطبيعي في ساحات المزروعة لتأمين متطلبات كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة من الخضار والفاكهة. علي، في هذا التقرير راح نطلع مع المشاهدين الكرام ونشوف سير العمل في ساحات المزروعة. ما إن تدخل ساحة المزروعة هنا في أم صلال حتى تلحظ العارضين بكماماتهم وقفازاتهم، وفي تلك رسالة لزوار السوق والتزاما من الباعة بتوجيهات السلطات المعنية لضمان عرض الخضار والفاكهة بالجودة المطلوبة والتي قال البعض إنها متوفرة وبأسعار في متناول المستهلكين. بالنسبة للخضار الحمد لله رب العالمين متوفرة وبكثرة وكلها من إنتاج الدوحة الحمد لله رب العالمين وبأحسن الأصناف وأجود الأنواع. الأسعار الحمد لله متوفرة وكويسة متناول الجميع الحمد لله رب العالمين. عندك الطماطم درجة أولى 15، الدرجة الثانية بحدود 10، الكوسة الدرجة الأولى بحدود 25، الدرجة الثانية بحدود 15، الملفوف 15، الزهرة 20. المتسوقون من جانبهم أشادوا بمستوى التزام الباعة بالإجراءات الوقائية المعلنة وأبدوا ارتياحا لجودة المعروض من أنواع الخضار والفاكهة وأسعارها التي قالوا إنها معقولة مقارنة بأماكن أخرى. تواجد في سوق الخضار أم صلال فوجدت أن جميع العارضين في السوق متقيدين في لبس الكمامات والقفازات، والوقاية خير من العلاج بأمانة. بالنسبة للأسعار وجدت أن الأسعار يعني جدا 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 في متناول الجميع، بحيث أن سعر الطماطم يصل الصندوق العبوة إلى 5 ريال. الخير كثير والأسعار جيدة لا بأس بها، واللي يفلج الصدر أنه إنتاج محلي. الأغلب اللي موجود هنا إنتاج محلي، الحمد لله الأمور طيبة. الباعة أفادوا أن السلطات المعنية بالرقابة كثفت الحملات التفتيشية والتوعوية للتأكيد على أهمية التزام العارضين في هذه المحلات بتطبيق الشروط والعادات والسلوكيات الصحية السليمة، بالإضافة إلى نظافة المحلات بصورة مستمرة والتخلص من أي مخلفات أو نفايات بصورة فورية. يعني مثل ما شفنا معاكم مشاهدين الكرام هذا التقرير، وهذا يعطي اطمئنان لجميع المتواجدين واللي عايشين على أرض قطر. الحمد لله ترى الأمور طيبة في حيث أن التأمين الغذائي موجود في كافة القطاعات في كافة الأماكن، ما راح يكون في نقص. يعني للأسف في بعض الناس تقريبا يعني قاعد يتكلمون بهمز ولمز أن في تشكيك أو خذوا احتياجاتكم خزنوا الأمور، هذه كلها غير صحيحة. أنت اليوم منت بعايش لحالك، عايش معاك مجتمع من جميع دول العالم سواء كان من أهل بلدك ولا من غيرهم، كلهم يعتبرون في البشرية إحنا نشوفهم شيء واحد بالنسبة لنا وتعاملنا معهم واحد. يعني لابد أنك تعطي مجال ويكون الوعي عندنا مرتفع جدا، الثقافة مرتفعة. لابد أن حنا نساعد بعض، اليوم نحط يدينا بيدين بعض، شعب وحكومة، شباب وبنات وشيبان وكبار السن. يعني هذا اليوم وقت الفرصة أن حنا نهدي من أمورنا ونحنا نساعد ونحن ننفذ ما يطلب منا من الحكومة. يعني إن شاء الله الأمور كلها بتمر إن شاء الله بإذن الله سهل. بإذن الله سبحانه وتعالى. علي، من الأمور اللي تبشر بالخير والأمور الإيجابية اللي نشوفها اليوم خصوصا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التكاتف
من الجميع، من المواطن، من المقيم، من أصحاب المشاريع، من الشركات، من الأفراد، شيء يثلج الصدر بالفعل وشيء يعطيك انطباع جميل. الحمد لله احنا في هذه البلد في خير، الحمد لله ان الناس كلها على قدر عالي من المسؤولية والتكاتف الجميل اللي قاعد نشهده. نتمنى ان هذا الشيء يستمر خصوصا في ظل هذه الظروف الراهنة، وأيضا نعيد ونزيد في هذا الموضوع راح نتم نذكر فيه كل يوم، اللي هو يا جماعة الخير يعني شوي شوي لما تسمعون خبر أول شيء تتأكد منه في الجهات الرسمية، عقب تبادر بنشر هذا الخبر. علي، ممكن الناس من حرصها ومن حبها للخير تحاول تنشر بعض الأخبار، لكن صحيح نتأكد قبل، نشوف الجهات الرسمية، نشوف مكتب الاتصال الحكومي، وزارة الصحة، وكالة الأنباء القطرية، بعدين نفكر في نشر هذا الخبر. الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله هذه الأزمة راح تمر بإذن الله عليك. أكيد. ومشاهدين الكرام، الالتزام بأوامر الدولة والحكومة ترى والله العظيم حفاظ على سلامتنا أولا. يمكن بعضنا يشوف أنها أنا مش في أحوالي تختلف عن أحوال بعض الدول الثانية اللي فيها بعض المشاكل أو الأعداد الضخمة من هذا المرض، كثير يقولك لا حنا غير، حنا وضعنا غير، وبالتالي يكون في بعض الاستهتار أو التهاون في بعض الأمور. لا يا أخي، الأمور طيبة، لكن خلك حريص. الدولة ما حرصت ونزلت في مواقع التواصل الاجتماعي وقرارات ومؤتمرات صحفية إلا لسلامتك أنت أول شيء. بعضهم يمكن وده أنه يروح ويقدم خدمات للدولة ولا يقدم من وقته أنه يشوف أنه يقدر يساعد فيها، لكن مرات تدخلك في بعض الأمور يمكن يرجع بالمشكلة لك نفسك وأيضا للي حولك. نتمنى من الجميع إن شاء الله تكاتف، ودائما وأبدا متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية. مشاهدي الكرام، احنا في تلفزيون قطر وفي برنامج حياتنا ان شاء الله راح نكون معاكم اول باول لمواضيع مختلفة في كافة الامور. راح نطلع معاكم الى هذا الفاصل القصير، ولنا عودة ان شاء الله لما تبقى من حلقة اليوم من برنامج حياتنا. لكم من جديد مشاهدين الكرام، تواصل دولة قطر تكثيف جهودها الوقائية من أجل منع انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها ومشاركة الجهات المختصة. في هذا التقرير نتابع جهود دولة قطر لأزمة كورونا. على كل المستويات وفي جميع الأوقات استنفرت دولة قطر الإمكانيات البشرية والمالية الضرورية لمحاصرة فيروس كورونا والحد من انتشاره في المجتمع. إجراءات خاصة وعامة تتخذها مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها، وخاصة وزارة الصحة العامة. تعتبر الإجراءات اللي تقوم بها وزارة الصحة اللي ذكرتها، اللي هي التقصي والكشف المبكر والحجر، هي أهم الإجراءات التي يجب يعني أن تستمر بكثافة وأن تضع فيها جميع الموارد المطلوبة، وهذا اللي حاصل حاليا. الدولة يعني وفرت جميع الموارد البشرية والمالية وغيرها. ومع الإجراءات الطبية المتخصصة التي تجري على مدار الساعة، فإن جهود محاصرة الفيروس لن تكون مجدية إلا بالتعاون الكامل من المجتمع واستعداده لتغيير سلوكه الاجتماعي لمدة من الزمن. أهم شيء في هذا الوقت أن المواطنين والمقيمين يحرصون على أن ما يكونوا قريبين من الآخرين، وما يختلطون في الجلسات الاجتماعية سواء مع الأهل أو مع الأقارب أو الأصدقاء، وأن يحاولون فعلا يغيرون نمط حياتهم تماما خلال 4 إلى 8 أسابيع القادمة. المؤسسات الصحية باشرت تنفيذ التعليمات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة ذات الصلة بتوفير خدمات الرعاية الصحية الاعتيادية لتحديد أولويات موارد القطاع الصحي، ومنها إلغاء العمليات الجراحية الاختيارية وجراحات اليوم الواحد والإجراءات الجراحية الاختيارية وإجراءات الأسنان، مع إعادة جدولة مواعيد الجراحات الاختيارية. تعليمات وزارة الصحة تقول لا تزور الناس في المجالس، فإحنا ننفذ هذه التعليمات. فالخروج من المنزل فقط للضرورة القصوى، إذا المريض ما عنده ضرورة قصوى المفروض يجلس في البيت ما يطلع. إذا احتاج إعادة أدوية الدكتور سيكتب له الأدوية،
ويقدر يمر بعدها بيوم بيومين بثلاثة أو نفس اليوم ويأخذ أدويته من الصيدلية. تقديم الاستشارة الطبية الهاتفية بدل حضور المرضى إلى المستشفى طريقة فعالة ومهمة تضمن تقليل الاختلاط، وهي تخضع لتقييم الطبيب المعالج لحالة المريض. سيقوم الطبيب بمراجعة ملفات المرضى اللي عليهم اللي هم في الموعد، وبعدها سيراجع الحالة الطبية، سيراجع الفحوصات السابقة، سيراجع الأدوية. فإذا في حاجة لأي شيء يحتاج المريض مثلا إعادة فحص أو كتابة أدوية، سيقوم الدكتور بعمل هذا خلال وجوده في العيادة، ثم سيقوم بالاتصال بالمريض والسؤال عن حاله وأخباره إيش الخطوات اللي سواها على النظام. فإذا المريض احتاج تحليل أو شيء سيخبر الدكتور أن في تحليل أو في صورة. هذا وتصل الجهات المعنية واللجان الصحية الليل بالنهار لوضع الخطط التنفيذية لجميع هذه الإجراءات المهمة بما يضمن سرعة وسلاسة تطبيقها. إذن مشاهدينا الكرام، تحية كبيرة وشكر ما نقدر نوفيهم حقهم العاملين في وزارة الصحة فرد على هذه الجهود في هذه الأيام، ونطلب منكم ونطلب من أنفسنا أيضا أن احنا نستمع إلى مثل هذه التعليمات في عدم الخروج إلا للضرورة القصوى. أخوي علي، يعني أمانة في بعضهم تواصلت أنا وياهم سلمان، يعني يرجعون البيت يا جماعة ينامون أقل من 4-5 ساعات بس، يعني لا أكل لا شرب بالطريقة اللي كانوا معتادين عليها من الأول، لا يقعدون مع أهلهم، يعني أمانة يجوعون بس يريحون يقومون يكملون شغلهم داخل العمل، والله لهم منا ألف تحية. أكيد يستاهلون هذه التحية هم وكل من يعمل من أجل دولة قطر. مشاهدي الكرام، إلى موضوع آخر راح نروح وياه، نشوف وياكم تقرير عن المؤتمر الدولي للتكنولوجيا العصبية المتقدمة 2020. شوف هذا التقرير نتعرف عليه ولنا عودة مع ضيفنا الكريم. استضافت كلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة حمد بن خليفة المؤتمر الدولي للتكنولوجيا العصبية المتقدمة 2020 بمشاركة خبراء في مجال التكنولوجيا العصبية والمجالات الأخرى ذات الصلة. وشارك في المؤتمر مهندسون وعلماء أعصاب وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم لاستعراض التطورات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال التكنولوجيا العصبية وتحليل البيانات الضخمة وعلم الأعصاب. وناقش المشاركون في المؤتمر تطوير واستخدام أدوات الجيل المقبل لدعم مسيرة تطور علم الأعصاب والجهود الرامية لتعزيز توظيف التكنولوجيا من قبل أفراد مجتمع العلوم. وكان محور المؤتمر خلال العام الحالي هو دمج مظاهر التقدم التكنولوجي لفهم المهارات الحاسوبية للدماغ، حيث اشتملت القضايا والموضوعات التي طرحت للنقاش على تطوير خوارزميات رياضية تحول المعالم الحاسوبية إلى لغة الآلات. كما تم التركيز على مسألة توفير بيانات عالية الكثافة لديها القدرة على استيعاب مخططات التحليل من أجل إنتاج أنظمة تعلم وذكاء آلية شبيهة بالعقل البشري. مشاهدين الكرام، استضافت كلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة حمد بن خليفة مؤخرا المؤتمر الدولي للتكنولوجيا العصبية المتقدمة 2020، واستقطب المؤتمر خبراء رائدين في مجال التكنولوجيا العصبية والمجالات الأخرى ذات الصلة. مشاهدين الكرام، عادة ما تركز وقائع المؤتمر على تطوير واستخدام أدوات الجيل المقبل لدعم مسيرة تطور علم الأعصاب، وأيضا ناقش المؤتمر الجهود الرامية لتعزيز توظيف التكنولوجيا من قبل أفراد مجتمع العلوم. للحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف عبر الخط الهاتفي الأستاذ الدكتور جورج نمر، أستاذ كلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة حمد بن خليفة. دكتور، أسعد الله مساك بكل خير، وبداية لو تحدثنا عن هذا المؤتمر وأهم أهدافه وأهميته. مساء الخير للمشاهدين ولكل المهتمين بالتكنولوجيا وبعلوم الأعصاب. بالحقيقة إنشاء المؤتمر اللي بيعرف بآيكان أو بالعربي بالمؤتمر الدولي للتكنولوجيا العصبية المتقدمة بلش سنة 2015،
من خلال منحة تعليمية وبحثية أعطتها مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية اللي نسميها الـNSF. لوقت لفريق من الباحثين كان الهدف يخلقوا فريق مثل فريق الباسكتبول سموه فريق الأحلام برئاسة أستاذ الهندسة الكهربائية يوسي كيون من جامعة ميشيغان وأستاذ العلوم العصبية يورجي بوزاتي من جامعة نيويورك. كانت تتلخص أهداف هذه المنحة بثلاثة: أولا دعم الأبحاث في مجالات تتعلق بوظيفة الدماغ البشري، وذلك عبر توفير الأموال اللازمة للأبحاث المشتركة بين علم الأعصاب والهندسة العصبية، لأنه بالزمانات كان في فصل بين علم الأعصاب والهندسة، لكن في دمج بيناتهم. كان من خلال هذه المنحة كان هدف ثاني هو تبادل دولي لطلاب المرحلة الجامعية في مجالي الهندسة والعلوم العصبية من خلال إعطاء فترة 9 أسابيع لهالطلاب تيشاركوا بأبحاث التكنولوجيا العصبية، وذلك من أجل إعلاء هذا التخصص وإيجاد الحماس لدى الطلاب للدخول في هذا المجال اللي هو أنصح رح يغير أوجه تعاملنا بالحياة اليومية. آخر هدف لإنشاء هذا المؤتمر في 2015 كان أن يكون في دعم مؤتمر دولي سنوي يجمع كبار علماء الأعصاب والمهندسين وطلاب الدكتوراه وما بعدها من جميع أنحاء العالم، وذلك لتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال. وهون كان دور جامعة حمد بن خليفة سنة 2020، هالسنة بتكون إحدى الدول المضيفة لهذا المؤتمر ويكون سباقة بين دول المنطقة لاستضافة هذا المؤتمر. جميل. دكتور، لو نتعرف من خلالك ونعرف السادة المشاهدين أكثر على أبرز المحاور اللي طرحت خلال هذا المؤتمر اللي عقد مؤخرا. أوكي. المؤتمر اللي عقد مؤخرا كان بهدف يسلط الضوء على نقطتين أساسيين. أول نقطة هي التطورات الحديثة اللي عرفها العالم بتطبيق التكنولوجيا العصبية من خلال فهم الشبكات العصبية في الدماغ البشري. جميل. نعرف كلنا إنه الخلايا الدماغ البشري عندها مثل تبادل بين بعضها بيوازي التبادل الالكتريك كارنسي مثل ما بنقول الكهرباء بين 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 المجالات. من خلال التحكم بتحريك الأطراف الاصطناعية مثلا محل اليدين والساقين اللي أوقات بينبتروا، ما نقدر نفهم كيف الخلايا العصبية فينا نحولها تنقدر تتكيف وتخلينا نقدر نحرك اليدين والساقين الاصطناعيتين. من خلال معرفة كيف الخلايا العصبية بتحول الإرسال من الدماغ لهذه الأطراف بنقدر نتحكم باليدين والساقين الاصطناعيتين. نعم. هذا شيء مهم خصوصا في مجال الألعاب الرياضية اللي بتؤدي أوقات لخسارة الأطراف عند المتسابقين أو المتبارين. تاني أهم نقطة بخلال سلط عليه المؤتمر هو مفاهيم جديدة لكيفية معالجة الدماغ البشري للمعلومات اللي بيقراها واللي بيسمعها، واستعمال هذه المعالجات من أجل استحداث كمبيوترات حديثة وروبوتات بتساعدنا على حل المشاكل بسرعة هائلة، تستفيد من قدرة الدماغ البشري حتى نطور مفاهيم جديدة من خلال تحكمنا بالروبوتات والكمبيوترات الجديدة. نعم دكتور، لو نتكلم عن أهم التوصيات أو المخرجات اللي خرجتوا فيها في هذا المؤتمر. أهم التوصيات كانت بالحقيقة هو محاولة نشر على مستوى قطر على مستوى الدول العربية عامة نتائج هذه الأبحاث وتطبيقها في مجال الإلكترونيات والكمبيوترات الجديدة. ثانيا محاولة تفعيل المعلومات التي أخذناها عن عمل الدماغ البشري لتطبيقها في خلال التحكم بالأطراف الاصطناعية. وثالثا وأهم ما في من مقررات المجتمعين كان إعطاء تفصيل مطلق للمنظمين ليعملوا مؤتمر دولي سادس في 2021، وهذا دليل على نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه في هذا العالم. ويجب التنويه هنا أن جامعة حمد بن خليفة وخصوصا كلية
العلوم الصحية والحيوية استقطبت ما لا يقل عن 50 عالما من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى طلبة وتلاميذ من داخل قطر والدول العربية لحضور هذا المؤتمر. دكتور، لو نخص القطاع الصحي في دولة قطر، أبرز الأمور اللي ممكن يستفيد منها القطاع الصحي في قطر من خلال إقامة مثل هذا المؤتمر والمؤتمرات المشابهة سواء في جامعة حمد بن خليفة أو حتى في المنصات الأخرى؟ أنا أقول دائما أن عمل المؤتمرات هو أولا لنشر المعرفة، أول شيء نشر المعرفة على صعيد العامة من خلال فتح هذا المؤتمر لكافة أعضاء المجتمع لحضوره، ثانيا من خلال التعاون بين العلماء من خارج قطر والعلماء من داخل من أجل مساعدة السلطات لتقدم ما هو مناسب في المجالات الصحية كافة، أكان في عمل الدماغ من خلال هذا المؤتمر أو في كافة الأمور الطبية الأخرى التي يعاني منها الإنسان. ولذلك بالنسبة للشأن الطبي بالتحديد، إن هكذا مؤتمرات تساعد على تطبيق أو محاولة جعل المجتمع القطري يتلائم مع التحديات التي حاول هؤلاء العلماء تطبيقها في بلدانهم من خلال إيجاد مخارج لها لتطبيقها في قطر وفي الدول العربية عامة. نعم دكتور جورج، كلمة أخيرة تقولها للمشاهدين عبر برنامج حياتنا. يعني أولا أنا بدي أكرر شكري للتلفزيون ولحضراتكم لإعطاء هذا المجال لعلماء من بلادنا لتقديم ما يمكن أن يقدموه. وأحاول وأريد أن أشدد على كلمة مهمة، هي أن المعرفة الغير المنشورة كأنها غير موجودة، ولذلك علينا أن ننشر المعرفة والمعلومات التي يتقدم بها العلماء لحتى المجتمع يستفيد. أكيد، كل الشكر لك الأستاذ الدكتور جورج نمر، أستاذ كلية العلوم الصحية والحيوية في جامعة حمد بن خليفة. كل الشكر لك، كنت معنا في برنامج حياتنا عبر الخط الهاتفي. وأيضا وجه الشكر لجامعة حمد بن خليفة ممثلة بكلية العلوم الصحية على مثل هذه المؤتمرات اللي أكيد تعود بالنفع على القطاع الصحي بشكل عملي. مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم باقي فقراتنا الحوارية أو الاتصال اللي بيكون معنا من باقي ضيوفنا، لكن نطلع معاكم فاصل بسيط ونرجع لكم. مشاهدين الكرام، برنامج ستيم هو برنامج تعليمي عالمي لإعداد طلبة المدارس في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما يعالج برنامج ستيم أوجه القصور في المناهج التعليمية فيما يتعلق في هذه المجالات وبما يحقق جودة التعليم المطلوبة. مشاهدين الكرام، انطلقت في النادي العلمي القطري في مطلع هذا الشهر الجاري فعاليات تحكيم مسابقة كيو ستيم للمرحلة الابتدائية والإعدادية. راح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع، ويسعدنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي أخونا محمد القصابي وهو مشرف الفعاليات والأنشطة في النادي العلمي. محمد، المسي عليك بالخير بداية. خلنا نتكلم أكثر ونعرف السادة المشاهدين على هذه المسابقة اللي قمتوها في النادي العلمي القطري. مساك الله بالنور. طبعا مسابقة كيو ستيم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم والتعليم العالي تهدف لتشجيع طلبة في تعزيز ثقافة الابتكار والعلوم. طبعا احنا النادي العلمي دائما تعودنا نقدم ورش في مجال الستم اللي هو منهج عالمي يدرس في المناهج الدراسية اللي هو ساينس تكنولوجي انجينيرينج اند ماث او العلوم التكنولوجيا الهندسة والرياضيات. لكن في هذه المسابقة ضفنا حرف الاي عشان اساسنا تصير ستيم بدل ستم بإضافة الفنون البصرية، لان العلوم دائما تحاول ان
تدمج المواد كلها مع بعض بحيث انها تطلع بمحتوى علمي هادف يشجع الطلاب على انهم يطلعون بمشاريع ابتكاريه وعلميه ويستفيدون منها ان شاء الله من خلال تطبيقها على ارض الواقع. نعم، سيد محمد لو تحدثنا عن المساهمات والدعم الذي يقدمه النادي العلمي في انجاح هذه المسابقه. طبعا النادي العلمي القطري قدم دعم حقيقي لهذه المبادره من خلال توفير مختبرات العلميه والمهندسين لتقديم المشوره الفنيه للفرق المشاركه في المسابقه، حتى مساعدتهم في تنفيذ افكارهم على اساس انه ممكن تساعدهم فنيا وتقنيا في تنفيذ هذه الافكار. جميل. طيب محمد، خلينا نتكلم عن اهميه مسابقه كيو ستيم في اثراء النظام التعليمي اليوم، شنو فائدتها على النظام التعليمي عندنا في قطر وعلى طلاب المرحلتين الابتدائيه والاعداديه؟ لما نتكلم عن نظام التعليم في المدارس ومعظمه يعني يكون نظري اكثر ما هو عملي. صحيح. خصوصا المرحله الاعداديه والابتدائيه هي مرحله تاسيس الطالب، فهو مهم جدا نغرس فيه المواد العلميه وثقافه الابتكار. فاحنا نحاول نخلي هذه يعني المسابقه هذه تكون نفس تخلق نفس روح تنافسيه بين الطلاب من مختلف المدارس، وايضا تكون في ورش عمليه علميه بحيث ان الطالب لما يسوي شيء بيده ويعني يشتغل عليه مع زملائه هذه المعلومه راح تثبت في مخه، ولما يشتغل عليه بنفسه ويسوي مشروعه ويشتغل ويقدمه حق لجنه التحكيم هني راح نخلق فيه روح التنافسيه بين الطلاب. بنفس الوقت الطالب راح يكتسب مهارات كثيره سواء كانت علميه او من المهارات الحياتيه من نهاية تقديم العرض أو تقديم المشروع. ما دام أنك ذكرت لجنة التحكيم، يعني ليت تتكلمنا عن المعايير اللي اتخذتها لجنة التحكيم لكل مرحلة دراسية. طبعا كانت في عدة معايير، أهم المعايير كانت جودة العمل ومدى الإبداع الفني وتصميم المحتوى العلمي المتوافق مع موضوع المشروع. يعني كل فريق عنده مشروع خاص، فكان المحتوى مهم جدا. مقدرة الطلاب ايضا على عرض وشرح فكرة مشروعهم للحكام. يعني احنا كنا نشوف الجانبين، الجانب العلمي وشلون يعني قدروا يسوون مشروعهم، نفس الوقت الجانب اللي هو عرض المشاريع للجنة التحكيم. اخوي محمد، بالنسبة لمسابقة كيو ستيم، هل عندكم نظرة في النادي العلمي ان تكون هذه المسابقة كفعالية سنوية تقام في النادي العلمي، ولا تكتفون بهذه النسخة فقط؟ احنا تعودنا دائما بالتعاون مع وزاره التعليم تكون في عده مسابقات مثل مسابقه باحث وصانع وايضا المسابقه الوطنيه للروبوت اللي هي على مدار سنه، لكن لكن مسابقه كيو ستيم هي الاولى من نوعها كانت هالسنه، وان شاء الله لدينا خطه انها تكون على مدار كل سنه ثلاث مراحل، يعني نضيف مرحله ثانويه ايضا في هذه المسابقه على اساس ما نركز فقط على الابتدائيه والاعداديه. ففي خطه انها تكون كل سنه وبإضافة الى مرحله ثانويه. نعم. طيب لو تكلمنا ايضا عن الجوائز والحوافز المقدمه للفائزين. طبعا كلهم كانوا مميزين، كل الفرق اللي شاركوا، ولكن طبعا مثل ما نعرف كل مسابقه في المميز والاميز، فتم منح خمس دروع وجوائز ماليه هامه لاول خمس مشاريع فائزه. وايضا تم وعد كان في دعوة للفائزين للمشاركة في مخيم آيس تيمد للابتكار الذي ينظمه سنويا معهد التطوير التربوي في مؤسسة قطر، على أساس أن يعرضون مشاريعهم ويجربونها على بقية يعني الأفراد، لكن بسبة الحالات اللي قاعد تمر فيها الدولة والعالم فتم إيقاف المخيم، وإن شاء الله يعني راح نعوضهم بأشياء ثانية. أكيد أكيد، وأنتم ما تقصرون أكيد في النادي العلمي. أخوي محمد، خلنا نتكلم اليوم عن أهمية شراكة النادي العلمي مع وزارة التعليم والتعليم العالي، مثل ما تفضلت أنه مو بس في مسابقة كيو ستيم، في كذا مسابقة في تعاون بينكم وبين وزارة التعليم والتعليم العالي محمد. صحيح، مثل ما ذكرت أنه في تعاون بين النادي العلمي القطري مع وزارة التعليم والتعليم العالي في مجال المسابقات، لان مثل ما ذكرت ان الطلاب دائما اذا كانوا يعني يركزون على الجانب النظري في المدرسه ما راح يفيدهم كثر تطبيق الشيء اللي تعلموه على ارض الواقع. حلو. فانا اشوف المسابقات هذه جدا مهمه للطلاب اساس يعني تثبت معلومه في مخهم ويقدرون يطبقونها حتى في حياتهم الشخصيه. ففي عده مسابقات بالتعاون مع نادي العلم مع الوزاره، النادي العلمي يقدمها بالتعاون مع الوزاره من ناحيه يعني تقديم المختبرات او الفنيين اللي يساعدون اصحاب المشاريع تنفيذ مشاريعهم، وفي عده مسابقات منها اللي هو كيو ستيم اللي بدينا فيها هالسنه. نعم، ولو تعلمنا ايضا عن الجديد في الانشطه والفعاليات اللي يقدمها النادي.
احنا في النادي كل شهر ننزل جدول على مواقع التواصل الاجتماعي عن ورش ممكن نقدمها لمختلف الفئات العمرية ومختلف أقسام النادي العلمي، سواء كان في الميكانيكا أو في الروبوت أو في الإلكترونيات أو إلى آخره من الأقسام. كل شهر ننزل جدول جديد يمكن لأعضاء النادي العلمي تسجيل في الورش اللي حابين يحضرونها ويقدرون يحضرون الورشة اللي يبونها. لكن خلال هالفترة بسبب بالنظر لتعليمات الصدرة والإجراءات الاحترازية اللي اتخذها الدولة وحرص النادي العلمي على سلامة الأعضاء، فوقفنا كل الأنشطة والفعاليات اللي قاعدة تصير هالفترة، لكن بنستمر بتنفيذ المشاريع في النادي مع الأعضاء ويكون التواصل كله مع أصحاب المشاريع أونلاين. أساس إن لا يعني يكون في تجمعات كثيرة في النادي. أكيد أعطيكم الصحة والعافية. محمد، ختاماً أنت من الشباب أمانة اللي نفتخر فيهم، لك سهامات أيضاً في النادي العلمي القطري، الرسالة توجهها كشاب محمد لك سهاماتك في الجانب العلمي للشباب اللي عندهم ميول وحب لهذا الجانب للانضمام للنادي العلمي القطري. والله أحب أدعو كل فئات المجتمع، مو بس الشباب أو طلاب المدارس، حتى طلاب الجامعة أو خريجين الجامعة ممكن ينضمون للنادي العلمي، وأي حد عنده فكرة ابتكارية مش عارف شلون يطبقها أو له ميول علمية يبي يعني ينمي مواهبه العلميه ممكن يقدم يسجل عضويه في نادي العلمي القطري ويستفيد من كل الدورات اللي قدمها النادي والادوات الحديثه الموجوده في النادي مثل 3D printers، طابعات ثلاثيه الابعاد، جهاز قطع الخشب الليزر، هاي كلها ادوات يوفرها النادي للاعضاء بحيث يستفيدون منها سواء في الدوره اللي نقدمها او لتنفيذ مشاريعهم الابتكاريه. كل الشكر لك السيد محمد القصابي مشرف الفعاليات والأنشطة في النادي العلمي، يعطيك ألف عافية. علي، احنا متواصلين مع السادة المشاهدين، أكيد في جعبتنا أيضا العديد من المواضيع مشاهدي الكرام تهمكم وتفيدكم إن شاء الله دائما وأبدا تستفيدون فيها عبر برنامج حياتنا، لكن توقف معاكم لفاصل قصير ولنا عودة في برنامج حياتنا. أهلا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج حياتنا. مشاهدينا، أعلنت أريدو عن إطلاق حملة جديدة تحت عنوان خلك في البيت مع أريدو، حيث تمنح من خلالها العملاء مجموعة من العروض المميزة بهدف تشجيع العملاء على البقاء في المنازل خلال هذه الفترة الاستثنائية تماشيا مع توجيهات الجهات الحكومية في دولة قطر. علي، للحديث أكثر مشاهدين الكرام يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف السيد صباح ربيع الكواري مدير إدارة العلاقات العامة بشركة أريدو. أبو ربيع، مساك الله بالخير وحياك الله معنا اليوم. مساك الله بالخير أخوي علي، أنت أخوي سلمان، مسي عليكم بالخير وعلى مشاهدينكم الكرام عبر شاشة تلفزيون قطر. بداية أخوي صباح، يا ريت لو نعرف السادة المشاهدين أكثر على هذه الحملة اللي تم إطلاقها من أريدو، وهي حملة خلك في البيت مع أريدو. في البداية طبعاً نوجه التحية والشكر لكل الأطقم الطبية والأمنية وكل الجهات اللي تعمل ليل نهار على خدمة كل المواطنين والمقيمين، سواء الغادمين إلى الدوحة أو حتى الموجودين في الحجر الصحي في كل المستشفيات والمرافق الصحية. طبعاً بالحديث عن تفاصيل الحملة، حملة خلك في البيت مع أريدو، أريدو دائماً وابدا سباقه في دعم المجتمع ومشاركاتنا، ايمانا منا بدعم الارشادات والتوجيهات من القياده الرشيده والحكومه بضروره طبعا البقاء في المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وبالتاكيد التصدي له دائما عبر كل المجالات. واحنا بالتحديد في أريدو من باب مسؤوليتنا المجتمعيه قمنا في حمله وحطيناها في هاشتاج، يمكن العديد من المشاهدين ومنكم شافوا الهاشتاج انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اسمه خلك في البيت مع أريدو. نشجع فيه طبعا كل المواطنين والمقيمين على البقاء في بيوتهم وتقديم مجموعة واسعة من العروض والمحتوى الترفيهي للجميع، وهذا بالتأكيد نابع من مسؤوليتنا الاجتماعية ودورنا تجاه بلادنا قطر ومجتمعنا اللي بالتأكيد دائما ما نكون متواصلين معه كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
نعم، ايضا تكلمنا عن مجموعه العروض اللي تقدمها اريدو للعملاء في هالحمله ابو ربيع. طبعا اخوي علي احنا العروض خليناها بشكل كبير على يعني مستويات كبيره، منها ضاعفنا كميه البيانات مجانا لجميع عملاء باقه الشهري 5G وقطرنا 5G الحاليين والجدد، وايضا سيتم اضافه البيانات هذه تلقائيا في حساباتهم، وايضا سيتم حصول عملاء هلا على ضعف كميه البيانات الاضافيه مع تعبئة الرصيد باستخدام بطاقات البيانات وبطاقات فليكسي عبر تطبيق أريدو، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الموجود اللي في رصيدهم الاعتيادي. أما عملاء أريدو 1 فبالتأكيد راح يحصلون على زيادة في سرعة باقات الإنترنت المنزلي، إضافة إلى ضعف هذه المدة وهذه السرعة لمدة شهر كامل مجانا دون أي رسوم إضافية، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة باقات الأطفال وباقات المحتوى الترفيهي العائلي عبر أريدو 1 أو المعروف بأريدو تي في لمدة شهر مجانا. وطبعا بالتأكيد هذه العروض راح يعني تكون مستمرة خلال هذه الفترة من تاريخ 15 مارس إلى 15 أبريل. أيضا إلى جانب آخر من المجتمعات، يعني حرصنا في أريدو على إرسال مجموعة من الرسائل التوعوية لعملائنا من خلال منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى رسائلنا اللي نرسلها بشكل دائم لكل عملائنا عبر الرسائل النصية والمختلفة، بنشر فيديوهات إرشادية وتوعوية طبعا تماشيا مع الإرشادات اللي دائما ما ترشدنا فيها وزارة الصحة العامة في الدولة. جميل أخوي صباح، يعني أريد أمانة ما هي بغريبة عليها مثل هذه الأمور، سباقة في جانب المسؤولية المجتمعية. خلنا نتكلم عن أهمية وجود أريد اليوم في ظل هذه الظروف الراهنة ومشاركة المجتمع ضمن هذه المسؤولية الاجتماعية، ودور اليوم الشركات الكبرى إلى جانب أريد في توعية المجتمع والوقوف بجانب المجتمع في ظل هذه الظروف. شوف أخوي سلمان، الموضوع هذا مش غريب على أهل قطر ولا المقيمين على أرض قطر، تماشيا ودورنا كمسؤولية مجتمعية مش بس أريد، وحتى احنا شاهدنا العديد من الشركات والجهات والمؤسسات اللي ساهمت وبادرت في إعطاء تسهيلات لكل عملائها في مختلف الجهات، سواء شركات عقارية أو شركات أو مجمعات حتى أو أماكن أخرى قامت في التسهيل لهذا الموضوع. طبعا كل هذا الموضوع ما جاء من فراغ، جاء من باب دعم وتوجيه القيادة الرشيدة اللي دائما ما تحفز هذا القطاع على تقديم العديد من الأمور إلى الأخوة المواطنين والمقيمين. احنا طبعا ما توقفنا عند هالشيء أخوي سلمان، أيضا عملنا على موضوع آخر اشتغلنا عليه في أريدو دعما منا لجهود التعليم عن بعد. قمنا خلال الأيام الماضية بتعزيز سرعات الإنترنت للمدارس والجامعات مجانا حتى يونيو 2020، هذا كدعم منا للجهود التعليمية، وهذا التعزيز راح يكون عن طريق مدير حساب أي مدرسة أو جامعة راح يكون موجود، وراح يتم رفع السرعات مجانا نظرا للضغط اللي كان موجود للأخوان والجهات التعليمية اللي احنا نوجه لهم كل الشكر، يعني قاعدين يساهمون مساهمة كبيرة في تعليم أبنائنا وبناتنا سواء في المدارس أو الجامعات، واحنا بدورنا نقدم لهم كل الدعم في هذا الموضوع. ميهب غريبة عليكم وعلى شركة أريد أمانة وقوفها بجانب يعني الدولة والتعليم في هذا الأيام الصعيبة، خلنا نقول إن شاء الله تمر علينا بسهالات. أيضا نبيك تتكلم عن بدء العمل عن بعد لجميع موظفين أريدو. طبعا أخوي علي احنا في أريدو بدينا العمل عن بعد لجميع الموظفين باستثناء الموظفين اللي تقتضي طبيعة عملهم الوجود في مقرات الشركة، وذلك من يوم الأحد 15 مارس 2020 حتى إشعار آخر، انطلاقا طبعا من حرص الشركة على صحة وسلامة موظفيها وخدمة العملاء في جميع الظروف سواء هذه الظروف اللي احنا نعيشها او الظروف العادية. وبالتأكيد الأهم المحافظة على سير العمل والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية التامة لكل الحالات التي ممكن نتعرض لها، والأهم تقديم
خدمة ذات جودة عالية لكل العملاء الموجودين في بلادنا قطر. أكيد. أخوي صباح، ختاما كونك مدير إدارة العلاقات العامة بشركة أريد، الكلمة اللي حاب توجهها للمجتمع القطري من خلال برنامج حياتنا. طبعا الرسالة اللي أوجهها لكل من يسمعنا في هذه الفترة أن احنا دائما ما ندعم جهود وتوجيهات الحكومة الرشيدة من خلال الرسائل التوعوية اللي يقدمونها لنا، والأهم أن احنا نلتزم في هذه الأمور والرسائل التوعوية اللي تأتي لنا من قبل وزارة الصحة العامة والجهات المعنية، والأهم من ذلك أن احنا ما نسمع للإشاعات اللي يمكن نسمعها والبعض يتناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستقي الأخبار والأمور التي تأتي لنا من مصادرها الصحيحة وليس المصادر الخاطئة. وبإذن الله احنا في قطر اللهم لك الحمد من 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 سنين وجاتنا العديد من الأزمات اللي مرت علينا، وهذه إن شاء الله أزمة راح تعدي بإذن الله، أول شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تكاتف كل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومن مقيمين بإذن الله تعالى. كل الشكر لك سيد صباح ربيعة الكواري مدير إدارة العلاقات العامة بشركة أريدو. كل الشكر لأخونا صباح ولأريدو، وكل الشكر أيضا لكل من يعمل أمانة ويسخر كل الجهود والإمكانيات خدمة لهذا الوطن المعطاء أولا، وأيضا لكل المواطنين والمقيمين. كلمات الشكر لا توفيكم حقكم، وأيضا نطلب من أنفسنا ونطلب من الجميع التكاتف في مثل هذه الظروف. حتى ممكن علي واحد يقول شنو بيدي يا سيف مثل هذه الأيام، عندك شيء عظيم وهو الدعاء للوطن، الدعاء لكل من يمر بهذه الظروف الصعبة اللي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى كلنا على ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه راح تعدي يا رب. أكيد مشاهدين الكرام، في هذه الأزمات يبين معادن الرجال، فسماع وطاعة ولي الأمر والجهات المختصة والحكومة الرشيدة هذا من المعادن الطيبة اللي احنا لازم نوفيها ونبتدي فيها بإذن أكيد الله. أكيد أخوي علي، وصلنا مع المشاهدين لختام حلقة اليوم من برنامج حياتنا، الموعد يتجدد بكرة في نفس التوقيت الساعة 7 على شاشة تلفزيون قطر. لذلك الحين نقول لكم مع السلامة. مع الله.